السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا أخوان. يوم جديد، موضوع جديد، وإن شاء الله مغامرة جديدة بإذن الله. طبعا يا أخوان، بداية المقطع نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أخوان، حط لنا هيك لايك حلو مثلك، واكتب لنا رقم اللايك بالتعليقات. شوف، أنا الفراخ زي ما أنت شايف منشرها كلها تمام من الصبح. هسا أنا مش موجود من الصبح على السطح للأمانة، وبس انا صلي تقريبا طلع فز هذول الكبار، هذول لا والله مش كلهم الكبار، فيهم زهور صغير، مش موجود انا على السطح. ولكن الفكره يا اخوان انه الشكل الاحمر هذا الاصفر، الشكل الاحمر مش موجود. انا صلي تقريبا 3 4 ساعات على السطح مش موجود، يعني قلت يا رب يكون فاسد، بس ما اعتقد. هسه الفكره انه هو مصيود، لانه هون صار ما شاء الله، يعني كل ما الكشيشه بتزيد هون ما شاء الله كل واحد عن نقرة. بشوف لك واحد بكرش الفراخ بقعد ببات على السطح ينقز لهم. طبعا الكشميري انصاد نفس الموضوع، بس الكشميري انشكل 8 ايام فرخ، انشكل 8 ايام وروح. والله الشكل الاحمر اذا كان مصيود ما اعتقد بتاتا انه ينشكل، هذا حيخلف لا يرجع ينكش. مع انه يا اخوان لسه مش مكروش الطير، يعني برحل، يعني عادي برحل تلاقيه فز غلط نزل هون او هون. لا 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 بلاش كش، استنى شوي، كنت بس اصحصحهم. طلع الكشكي هذا بفك مزهورات قاعد، طلع كيف فزوا، طلع الشكل الاصفر. يا اخوان انا فيش عندي عرق مش عرق، والله بكروش الكل اللي نفضوا كمان، فهمت علي كيف؟ بس ايش؟ اللهم واحد طلع طلع شكلي اصفر، هي هي طلع، هذا على اساس انه عرق وسطح واطي وكلها مفاسد، وانا لسه مش شاد عليهم، يعني عادي هسه بفسدوا ما عندي مشكله بريح، فهمت انت كيف؟ بس صفره، شفت الصفره كيف؟ بس هيك يعني صفره بدي اصحصحهم، كانوا نايمات على الرفصه. خليهم هسه بدي احاول احططهم، تعال تعال نقز لهم. شدوا بالعاليه. بدي اطلعهم طلعة الرجل الواحد. ضل البوز مش فازز، طب روح. هي كلها فزت. او القسم الاول القسم الثاني. طلع الصلاة على سيدنا محمد. المسود الاسود وينه؟ حدا شافه؟ هيو لسه بقول المسود الاسود حد شافه؟ هاي المطوق الكشكي، خليهم خليهم طلع طلع، يعني هذا في جزء كبير طاير من الفراخ. هاي المطوق الثاني الاحمر طلع بالصلاة على سيدنا محمد. الشكل الاحمر وينه؟ مش عارف، اكرش ولا تسأل ابو سوار. طلع الكشمير العباي سوبع وراهم، ادعس راح ساك. يلا حط حط انزل. ايوه الكشمير طايل لحاله، طلع ريحني. هاي هاي واحد اول الحمام وواحد ورا، هيهم الاثنين. صلى على النبي، احنا يا الطيرات شكله طاير كله طاير. طبعا لسه لسه في ما شاء الله، يعني اخوان قدهم على الرفصه، يعني لسه في قدهم على الرفصه. البندوق هذا هسه كان طاير برضو، هذا يعني خشن. قرب عليهم اخوان، بس ال مش عارف ليش هيك الدنيا مغبشه. يعني انا على الطبيعه شايف الريحاني، شايف كذا مميزهم، وانا على التصوير انا شايف اشي اسود. بس انا هاي الريحاني اول واحد، هاي في واحد هاي قدام، وهي اخوه جنبه على اليمين، وهي اخوه جنبه وين؟ على اليمين. يعني طلع مش لفه لفتين. هذا الحلو بالفرخ، يعني انا بسيبه براحته. هسا اللي طاير زي هيك سبته، شافها حطه ما لحقته، ما لوش ولحقه وضربه بالقشاطه، خلص بفزز وفزه اولى. هسا بس يرجعوا ينزلوا ويريحوا كلهم. هاي الريحانه، هي هذا
وين اخوك؟ واخوي بالنص. هسه بس يحطوا كلهم برضو شو برض بطلع فيهم كمان طلع. يعني بالصلاة على سيدنا محمد هذول فيهم تقريبا 50 فرخ. هاي جارنا والولد صغير بعيط كمان، طالع صوته بالفيديو يعني بعيط. ايوه اعطيها على الشباك بعيط لي. لسه طيرات. خلينا بس ايش يلا شو اللي حط الزاج الابيض. تا 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 تا. يلا شو هذا التايجر. طيب يا اخوان بحطوا القدام. طب الجداد هي الريحان الريحان جاي حاطط. هي رايح اثنين هي حطوا. احلى شيء انه بس يحط ببين لونه. طبعا مين اللي بضله طاير كالعاده؟ المزاهير. مزاهير الثلاث. لا مش مزهور والله، لا مزهور واحد اللي طاير بس ظلمنا. طلع بالصلاة على سيدنا محمد. طلع طلع الكشميري هذا. هذا جينا نبيع الجوز تحتيه فراخ تحتيه اخوان وصارت الناس تتدلل عليهم مش عاجبهم. فقلت ايش بطلت ابيعهم. سطحي اولى بهيك بزرة. عسكري جالس وحلو وابن حلال ومرتب. طبعا هاي كلهم موجودات امورهم تمام، ريحتهم شوي. خلينا نطلع فيهم ايش كمان جولة. يلا روح عبس روح ما ضلش غيرك. ما ضلش غير العبس خلص سيبه. وبول الكشمير الطويل هذا. طلع ما شاء الله. شو اللي سحبه مغاد؟ ايش ابو شام بلوح؟ ابو شام ابو شام بلوح اشوف. بهوي بقول لي. طب في اشياء يمين. ايه المسود اوعى حبيبنا المسود. احلى مسود. هلا 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 ورحب المسود. والله عراس الحمام ابو شام المسود. ها والله براس الحمام المسود جدع. لا لا ما فسد شيء الكشك الاصفر. ها هلا بالمسود. يا رب المسود يعرف يحط. دهور 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 دهور. يا رب يعرف يلف وقول لي. عيني على المسود انا. لسه طاير المسود؟ عينك عينك عليه. هي هي طاير طاير ورا الحمام هي. سنسن سيبه يحط سيبه يحط. ابو شام المسود قاعد بغمق لجوا. تعال ارجع لي من الزاويه هاي. تعال تعال ارجع لي ارجع ارجع بسرعه من الزاويه هاي. هاي الريحان. اي الريحان وين حط؟ روح روح خلهم يحطوا ورا. رد فزه. والله المسود لسه فازس والله. عشان يحطوا على الزينك وانت تعود يحطوا على الرفس. اوبا خلص ابو شام شكرا. هيا هيا يجي 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 المسود حط جدع. هاي الشكل الاصفر حط هون. في ريحانة واحد حط الثاني وينه؟ طاير. طاير هي الله عليهم الشباب. طلع الشكل الاصفر ابو شهم بالصلاة على النبي على الرفصة. بس لو كان الشكل الاحمر موجود رحمة الله عليه. اخوان الشكل الاحمر حل من الحلين. حل من الحلين. يا مصيود يا خالعب بناية خالعب سلك واقع على الارض مكلاب السي. طبعا ولله الحمد طلع فيش اشي فاسد منهم. يعني طلع البنايات كلها نظيفة عشان ما حد يقول لي في اشي فاسد. ايوه هذا طلع طلع هذا بلدي مش الي عشان ما حد يجي ينط لي يقول لي فرخك. ايش ابو شايم هاي كلها موجودة ولله الحمد امورهم تمام. في هذا حاطط ورا سام متفحص. نرش لكم ان شاء الله كمان كمان فوج يطلع على الشوارب. لسه ايش طال مطوق والله تعبان تعبان بهاللفة. يمكن اعطيك
طلع كشميري بوجهي، بعد هيك شوي نصور الاشياء الحلوه. وضح الكاميرا شوي، كلهم محطات امورهم ايش تمام وعالي العالي. صلاة على سيدنا. هذا اخوان قاعد فيك مزهور، كشكي مزهورات لسه بتك، يعني شايلين دم الاهالي. يعني طلعنا فيهم اليوم طلعتين مرتبات، الطلعة الأولى والطلعة الثانية، ولسه لقدام إن شاء الله بيصير جنح واحد أمورهم تمام. طبعا يا إخوان هذول فيهم الكبار، يعني هذا المزهور من الكبار، الكشامر من الكبار، هذا البوز من الكبار، هذا قديم، هذا من الكبار، مراس الأحمر البلجيكي اللي وراه، هذول كلهم من القدام، بس عشان يحفظوهم إيش شوية برمة. يعني هم بيطيروا عشان يخلوا الحمام كلها الفراخ تلم على شو، تلم على بعض نوعا ما. هاي الريحاني بيهوش، طبعا الريحاني هذا كان تعبان صح الحمد لله. لا مش هذا، هذا تعبان صح هي بتطير واموره تمام. لسه في عندنا هون كم من طير برضه تعبانات. شو هذا ليش الكاميرا صارت؟ استنى شو نوقف. هذول برضه يا اخوان تعبانات، في عندك النحاسي والمطوق، على الله تعود البلاد، والعرجاني والمطوق. ما شاء الله يعني اخوان اثنين، في السكسفوني، ايش سكسفوني؟ برضه السكسفوني تعبان. يعني في عندك الاخوان هذول تعبانات، وفي عندك ايش؟ السكسفون، اخوان اثنين والسكسفون برضه هذول تعبانات، فاصلهم لحالهم ومخليهم شوي ان شاء الله يصحصحوا. يعني كان في عندك هذا مزهور زي القراقطه جاي اللي بفك اسود، وينه؟ هيو هذا كان تعبان هو، والريحان اللي بالزاويه صحصحوا امورهم تمام، رجعتهم هون. هسه اللي بيرجع واموره تمام كفرخ وكل صحته 100% وعال العال برجعه، غير هيك بضلني فاصله بالمطير اللي هناك، ظلني فاصله بالمطير اللي هناك. طبعا يا اخوان للامانه والله العظيم انا مبسوط عليهم انهم بيطيروا، ومتاكد انه كل واحد بحبني وبحب القناه وبحب المحتوى، مبسوط برضه على الفراخ انها بتطير وبلشت تنكرش شوي شوي وصار في عدد. الله يبعد عنا الامراض كمان مره، ادعوا لنا يا رب. يعني يا ياض الزاجل على غرفه الاي سي يو هسه حينزل، يعني انت اس البلا دير بالك. يعني الفرخ زي هيك بشوفه شوي ريح هزل على طول، هون اكله موجود، علاجه موجود، بظبط وضعه. الشكل الاحمر الله يعوضنا فيه، الشكل الاحمر ابوه مات، والجوز لسه يعني ما اشتغلنا، باقي ما بقى الطيور، في فوج طالع بعديها، شكلي اصفر طالع، ريحاني طالع، كشمير البندوق طالع، العوبي طالع، السكاسنة طالع منهم، البواس طالع منهم، المزاهير طالع منهم. رح نعملكم ان شاء الله شو طالع عندنا، افواج، مطاويق حمر طالع منهم، مطاويق زرق اذا لا قدر الله مات وطالع منهم برضه، بس شكلي احمر مش طالع عندي لان الجوز الفحل مات وطلع عندي الطيره. للاسف حتى المسود برضه طالع ان شاء الله، يعني طالع هرمات ايس طالع عندنا، هي هرم الايس. شو بدك، كشاكشه طالعين، مزاهير زي ما حكينا لكم طالعين، يعني كل ما شاء الله اي اشي شايفه انت ابو شاهم على الرفصه طالع، وفي طالع اشي ازود منه تمام. ابو شاهم ولا تصغر، بس ناولنا ايش اللي انا بحكي عنه، وجهه صندل بس الاسود، جيب لي اياه بالله، بالله جيب لي اياه بفرجيكوا بذره عسكريه طالعه. اشي يعني انسى، اشي عن جد انسى. هسه خلي ابو شاهم يجيب لكم اياه، ما بدي اصور غرفه الانتاج اليوم، خلي على الحلقه بكره بحيث انك تشوف شيء جديد، يعني ما بدي اخليهم يبينوا. هسه بفرجيكم برضه شو طالع بذره مش موجوده عندنا على الرفصه، مش موجوده بتاتا. هسه ابو شاهم بجيب لنا اياها، شاهم ماسك اللوعه وبقول لي بهوي يعني فالامور ان شاء الله انها حلوه وراح تحلى بوجودكم. هاي اجى ابو شاهم، هاي فرجيني. هذا ابو شاهم فرخ ايش؟ مفطوم ولا مش مفطوم؟ فرخ ما يسالون، مفطوم لسه طازه. بس طلع 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 طلع، هذا سيسكر كحلة عين. انو كحلة عين؟ هذا كله سواد بسواد، سواد طبعا مش قصير. انو بالصلاة على سيدنا محمد، تضرب فيه الطوف قاعد. هذا ايش هذا؟ هذا عسكري، هذا اخوان دراجون على زومبي، هذا دراجون على زومبي. رجعوا بالله. ايه هذا الزاجل وين كاين؟ ابصر وين كاين. طبعا زي ما انتم شايفين برضه لسه في اشياء احنا مش حاطينها هون، فباذن الله راح ان شاء الله تطلع الامور تمام.
هذا كاين عزينكم ورا، هسه فز طلع كاين عزينكم ورا، لما بشوي هسه طقع الباب فز. اللي خليه يحط هذا المصروف هذا، تعال 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 تعال. بس شوف لي الحبه اللي نزلت، شوف لي الحبه اللي نزلت، فعط فعط جوا فعط جوا، شوف لي الحبه اللي نزلت. الصلاة على سيدنا محمد. طبعا يا اخوان حلقتنا اليوم كانت عن الفراخ بحت. ايش؟ انتم المتابعين انا تعليق صغير. تعليق. ارفع ايدك شوي تفرجيهم انا كيف بالسما. ايش؟ هو مش مبين عيني. انو ها؟ عيني بالسما شايف؟ اسمع طب روح روح. روح اخوان هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا ان شاء الله اليوم. قال بقول لي طلعنا بالسما، هسه انا بدي اخلعك شلوط اجيبك محل ما انت موجود بالسما عشان نجيب نسوي الفيديو. بنشوفكم على خير، يعطيكم الف عافيه، سلام عليكم.